عشرة في استقلال جديد في التاريخ تكتب علم كامل شهد شعب حط اليد في اليد عشرة ملايين كسروا لقيود والطاغي هرب فرق سود غني ونموت ويحيى الوطن ثورة الأحرار ثورة الأبرار ثورة الرجال سير انقلاب وسير هذا وشكون اللي قال لك سمعت؟ وفجأة قلت لك تقلبت ليه؟ وفجأة رئيس البلاد هرب هي شكون خليها قلت لك يا رب خليها الحاكم باش يكتب باش قلت لنا الحاكم الله على ذيك بالطبيعة مخاف للتوانسة ما يمشيوش يصوتوا ينتخبوا مخاف لي فما شكون يجي يعطيهم فلوس باش كيما قبل في عهد بن علي يعطيهم فلوس ويقول لهم صوتوا لي. اي شو نصوت اخيرا. انتخبت ما جاتش المخ ما طبيعتي ما نفهمش في السياسه. نحب نعيش بشر عادي في تونس نخدم ناكل نشرب مستور والحمد لله. صوت تحية تونس هوفا صوت نستنى فيها 29 عام هذي 29 عام عمري ما صوت